السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم. مرحبا أيها الزوار الكرام في حلقة جديدة، ودائما على قناتكم شروحات للمعلومات. كما عودناكم دائما بأننا نقوم بتقديم لكم حلول ما أمكن في مجال كما قلت مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم طريقة كيف تقوم باستعادة حسابك معطل على الانستغرام. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوك أخي الكريم وأختي الكريمة إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. شرحت في العديد من الحلقات كيف نقوم باستعادة حساب فيسبوك، حساب انستغرام تم اختراقه أو قمت بنسيان كلمة السر، وكذلك شرحت مجموعة من الحلقات فيما يخص الانستغرام، فيما يخص رفع صور، رفع فيديوهات، كذلك مجموعة من الطرق، كذلك الحصول على اليوزرات وغيرها من الأشياء. كل هذه الأشياء إذا كانت تهمك أخي الكريم سوف تجد إن شاء الله الروابط أسفل الفيديو، وكذلك سوف تجد الحلقات على القناة الخاصة بنا. جيد، الآن سوف نمر إلى شرح. كما تلاحظون معي أيها الإخوان الكرام، هذا النموذج تم إلغاء تنشيط حسابك على الانستغرام. إذا كنت تعتقد أنه تم إلغاء تنشيط حسابك عن طريق الخطأ، يرجو توفير معلومات التالية بحيث يمكنك التحقق من الأمر. هنا يطلب منك إذا كان حسابك على الانستغرام تم إغلاقه عن طريق الخطأ، فمثلا قام شخص ما بالتبليغ عن حسابك، وقامت شركة الانستغرام أو الفيسبوك، فكما نعلم فالانستغرام فهي مملوكة من طرف شركة الفيسبوك، فإذا تم إغلاق حسابك أو تم سرقته أو شيء من هذا القبيل وتم تعطيله، فلكي تقوم باستعادة حسابك يجب عليك أن تقوم باتباع الخطوات التالية. يرجو تقديم هذا النموذج فقط إذا كان قد تم إلغاء تنشيط حسابك نظرا لعدم اتباع الإرشادات المجتمع. فعلى سبيل المثال نقوم بالتوجه إلى الإرشادات الخاصة بالانستغرام. وإذا كنت تعتقد أن ذلك تم عن طريق الخطأ، إذا لم تتمكن من الوصول إلى حسابك لسبب مختلف، فيرجو الرجوع إلى المساعدة للعثور على المكان المناسب للإبلاغ عن المشكلة. على سبيل المثال هنا يعطيك هنا الإرشادات الخاصة بالمجتمع، أو إن صح التعبير إرشادات المنتدى الخاصة بالانستغرام. يجب عليك أن تقوم بمعرفة هذه الأشياء بشكل دقيق. على سبيل المثال هنا يقول لك، على سبيل المثال، هل هذا حساب مستخدم لتمثيل نشاط تجاري أو منتج أو خدمة؟ هنا إذا كان حسابك تجاري فقل له نعم. هنا سوف تقوم بكتابة الاسم الكامل وهنا مجموعة من المعلومات الأخرى. فكما قلت إخواني الكرام، هنا بالنسبة إذا كان حسابك تجاري تختار نعم، إذا كان لا تقوم باختيار لا. هنا سوف تقوم بكتابة الاسم الخاص بك، مثلا محمد. على هذا الشكل بعد ذلك سوف تقوم هنا بكتابة اسم المستخدم. كي تقوم بالأمر أخي الكريم وأختي الكريمة، لابد أن تقوم بمعرفة بعض الأشياء المهمة. يجب أن تكون لكي تستعيد حسابك، أولا يجب أن تكون المعلومات مدققة، يعني أن تكون المعلومات الموجودة على الانستغرام هي المعلومات المتواجدة على الهوية الخاصة بك. وكذلك هناك مجموعة من الأمور الأخرى. هنا سوف تقوم بكتابة اليوزر الخاص بك. ما هو اليوزر؟ اليوزر هو الاسم المستخدم الخاص بك. فكما قلت هنا تقوم بكتابة الاسم الخاص بك، وكذلك النسب الاسم بالكامل. هنا الاسم المستخدم أي الاسم المربوط بحسابك. على سبيل المثال إذا كان الرابط المؤدي إلى حسابك على الانستغرام هو الانستغرام اسم المستخدم، على سبيل المثال هنا هذا هو الاسم المستخدم كما تلاحظون معي. سوف نقوم بتحميله على هذا الشكل، نعمل له كوبي ثم نقوم بإضافته هنا على هذا الشكل. بعد ذلك تقوم هنا بكتابة العنوان البريد الإلكتروني المربوط بالانستغرام. كيف سوف تجد الإيميل المربوط بالانستغرام الخاص بك؟ سوف تتوجه إلى، على سبيل المثال هنا edit profile. المهم سوف تقوم بكتابة الإيميل المربوط بالانستغرام. فعلى سبيل المثال فأنا هذا الحساب فهو مربوط بحسابي على الفيسبوك، لذلك لم أجد الإيميل. وهنا سوف تقوم بكتابة البلد، مثلا ماروك.
على سبيل المثال أنا من المغرب، بالنسبة لك أخي الكريم أو أختي الكريمة، إذا كنت من دولة معينة مثلا العراق أو تونس أو مصر أو الجزائر أو ليبيا أو غيرها من الدول العربية، يمكنك أن تقوم بكتابة البلد. حتى إن كنت خارج الدول العربية يمكنك أن تقوم بكتابة، المهم الدولة التي تقطن بها تقوم بكتابة الدولة هنا. بعد تقوم بالأمر تقوم بعملية الإرسال. بعد أن تقوم بعملية الإرسال سوف تأتيك رسالة عبر الجيميل أو عبر الإيميل الذي كما قلت هو مربوط بالحساب، أي الإيميل الخاص بحسابك على الإنستغرام. سوف تأتيك رسالة من شركة الفيسبوك أو من شركة أو بالإنستغرام، فكما قلنا فهما مربوطان مع بعض نفس الشركة. سوف تأتيك رسالة، وهذه الرسالة سوف يتم إرسال لك كود، وهذا الكود يجب عليك أن تقوم بكتابته في ورقة، تقوم بكتابته في ورقة هذا الكود، وتقوم بعمل سيلفي وأنت تحمل تلك الورقة مع صورة للوجه الخاص بك. بعد ذلك تقوم بإرسالها لهم، سوف يعطوك نموذج لكي تقوم بإرسال لهم النموذج. بعد ذلك حتى يتأكدوا من صحة الحساب، يعني أنك توصلت بالكود وكذلك تحمل صورة لصاحب الحساب، حتى لا يعتبرون حسابك حساب مزيف أو شيء من هذا القبيل. بهذه الطريقة سوف تقوم باستعادة حسابك إن شاء الله. هذه طريقة قد استخدمها بعض الإخوة، وكذلك صديق لي قام باستخدام هذه الطريقة وقام باستعادة حسابه. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم يا إخواني الكرام. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.